بسم الله. السلام عليكم ورحمه الله، مرحبا بكم جديد على قناتي وقناتكم. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وجيت لكم اليوم ان شاء الله بفيديو ديال المشتريات. نتمنى ان شاء الله يعجبكم وقبلوا عليا. داكشي اللي خديت مؤخرا هو اللي ان شاء الله غنتقاسمه معكم ان شاء الله في هذا الفيديو. اكيد غنبدا باول حاجه، غادي ننزل بالتليفون باش تشوفوا معايا المشتريات. عندي اول حاجه اللي هي هذه، هذا المول تاع السيليكون، خديته من بيم بخمسين درهم. يعني صراحه ما مشيتش نهار الجمعه في الصباح حتى العشيه وبقيت باقي كاينين زعما دوك الحويجات اللي جابوهم، لقيت فيهم يعني عدد كبير، راه بقى اللي بغيت يتقضى حتى في العشيه كيمكن ليه. وممكنين الحويجات اللي يكونوا صراحه قلالين كيطيروا فيت في، يعني الناس كيجيو لهم الصباح بكري ديال نهار الجمعه، معروف بالعشاق نتاع موالي الماعن، داكشي كيكون في البروموسيون كيجيو كياخذوه الناس. انتما كتشوفوا كاين هذا المول، هذا نحتاجوه للفلون لي غلاس اللي كيكونوا هكايا كبار بحجم عائلي، والكيك علاش لا، راه تيدخل حتى في الفران. ومعه هادو ديال لي مادلين لي كاب كيك، ممكن نستعملهم استعمالات كثيره، ممكن نديرو بهم طويسات نتاع الشكلاط للدراري الصغار، نفرحوهم ونعمرهم بالفروي، كيكون شكلاط بحال لي كيسيت نتاع الشكلاط وكيعمروا بلي فروي ولا شونتيي للدراري الصغار. صراحه كاينين افكار كثيره ممكن نحضرهم بهاد التويشيات هادو، تا هما ديال السيليكون سته ديال الوحدات. معرفتش واش كيبان لكم هادشي مزيان ولا لا، نتوما كتشوفوهم. هذا كبير صراحه مازال ما غسلتوش، مكتوب فيه ضروري خصنا نغسلوه بماء ساخن مع الصابون ديال اللواني. لا مارك ديال تركيا اكيد، ديال بي بعض المرات تلقاي سلعه اخرى واخا في بي ماشي ديال تركيا. ومع هاد السباتولا هادي كتشوفوها في الموف غزاله، الوالدتي الوالده ديالي اللي عزيز عليها الموف. المهم هذا هو اللوين اللي لقيت كثير وخديته 50 درهم، صراحه زوينه. المهم هنايا درجه الحراره اللي تقدر تطيب فيها في الفران ديال الضو وفي الغساله ديال اللواني حتى في المجمد، كتدخل المجمد يعني كامل المعلومات كاينين هنايا وزوينه. المهم انا مازال ما استعملتهاش، ان شاء الله الا استعملتها اكيد غتكون في شي وصفه معكم ان شاء الله الا عندي الوقت. المهم عندي غادي نكمل بداكشي ديال الباتيسري عاد نمشي لها. عندي هنايا هاد السباتولا هادي خديتها ديال لاماكون، خديتها من كارفور 500 دريال 25 درهم. غنفتحها باش نشوفها معكم حتى انا، يلا غادي نفتحها. المهم بات ليا الشكل ديال الراس ديالها زوينه وغليظ على دوك اللي عندي، تقريبا عندي بحال هادي، الحجم ديالهم صغير وان شاء الله باقي باغا شي وحده تكون في الايد ديالها ديال الخشب، لان هادي لا نسيتيها وكنتي كطيبي شي حاجه ونسيتيها غتحرق ليها اليد ديالها الا كنتي كتعمليها في شي كاسرول ولا في شي. تشوفوا الفورمه ديالها مختلفه وتاي حجمها خاطر تبقى ماشي كبيره، كاين ما كبر منها ان شاء الله ناخذها. لاباتيسري كنحتاجوا لهاد الشيء بزاف، لا كريم باش ما نخلي حتى شي حاجه في المقادير. هانتوما كتشوفوا زوينه في هذا اللوين. هذا عندي هذا صراحه استخدمته في التورته، الاقمع ديالو دوك الريوس ديالو استخدمتهم في التورته اللي ان شاء الله نحط لكم الروابط في خانة الوصف. الاخوات اللي ما جاهمهمش اشعارات بالفيديوهات، انا دائما تقول لي صحباتي في الفيسبوك انستغرام ما كيجيوناش نوتيفيكاسيون اولا اشعارات بالفيديوهات ديال كسميرة، قلت لهم راه المشكل كاين في التطبيق ديال اليوتيوب، خصكم ديزابونو وتعاودوا تابونو من جديد. المهم غادي تلاحظوا هنا كاين عندي شي ريوس وحدين اخرين، يعني ماشي ديال هاد المجموعه هاد كيكون فيها هاد الحساب هذا، المهم كيكونوا فيها وقيله 20. المهم انا هتلقاهم عندي مدوبلين لان ما عنديش يعني بلاصه اخرى، قلت اللهم نجمعهم في هذه العلبه هذه يكونوا كاملين، ما تلقاو شي وحدين مدوبلين حتى ثلاثه ديال المرات، فكنت خديت شي وحدين اخرين وجمعت كلشي. المهم ان شاء الله نخدم بهم، ولكن ما نخدمش بهم في لاشونتي باللون ابيض، ندير شي كولور باش يبانوا لكم الزويقات زوينين، لان كاينين شي ريوصه خاصين بالوريقات او البيتيلات نتاع الورد، يعني ضروري خصك ديري الالوان باش يبان الشكل ديال الكريمه كيفاش كيخرج في هذا الريوص. هذا خديته ب 50 درهم عند الحاج اللي كيبيع داكشي ديال الحلويات. وخديت هذا بريريت ديال شينكو، خويا من عشاق الاخ ديالي من عشاق ديال اتاي، فكتعرفوا معروف هذا البرقان ديال شينكو كيسرعوا اتاي، يبدا يعمر به كويس ديال اتاي زوين. هذا ب 1400 زوين، وضروري خصكم تاخذوه يكون مجلج ما فيه حتى شي خبشه، لانه هاد الشينكو هذا او هذا اللي كيكون هكا مغلف بهاد الطبقه هذه تيكون المشكل ديالو الا قرقفتيه او لا طيحتيه ولا شي حاجه
كتقشر ليها الطبقه هذه اللي كتبان لكم هكذايا غليظه وصافي ما كيبقاش فيه ما كيصلحش باقي الخدمه لانه كيتسدى وكيادي يعني ما تبقاش مزيان صالح للاستهلاك يعني ما صالحش باقي بنادم يطيب فيه. هذا علاش كنأكد عليكم الا خديتوه خذوه يكون مزيان. هذا كما قلت لكم 1400 وعندي هنا واحد جوج طبيسلات والله ما عقلت هادو على الثمن غير سمحوا لي. المهم غيكون واحد 20 25 درهم ما عرفتش ما بغيتش نكذب عليكم لانه نسيت فعلا نسيت ما عقلتش غيكونوا 260 ولا المهم خصني نرجع نشوف بحال هاد الطباسه نسول مولاهم صحابو غادي ندي وانا راه باغي نعرف غير الثمن. المهم البنات الا عقلت ولا سولت الوالده ديالتي وكانت عاقله غادي نكتبهم لكم ان شاء الله في خانه الوصف. عجبوني الشكل ديالهم داير بحال شي وريضه ان شاء الله الا كنا دايرين شي هكا شي ضيافه بغينا نحطوا فيها شي حاجه هكا من ديكوريا تجي زوينه صراحه ممكن نوظفوه لكل شيء. المهم كتعرفوا بديع ابيض كيمشي مع كل شيء والشكل ديالو زوين. عندي هذا البلاطو هذا ب 13 درهم 260 عندي هادو يلاه بانوا في السوق كنت شايفاهم صراحه في درا فيهم غير 20 سنتيم هذا كيدير 30 درهم الواحد انا خديت غير ثلاثة حجم ديالهم صغير فيهم 20 سنتيم وان شاء الله نقدر نزيد شي واحد او جوج ولا نكتفي غير بالثلاثه هادو صراحه الا كانوا ثاني الموان كثار في التساف كتلفي كتولي صافي حاسه بالكوزينه راه ضيقه عليك. المهم واقيلا نكتفي غير بهاد ثلاثه هادو ان شاء الله نحضروا فيهم دي بلا هادو كتطيبي فيهم كتسربي فيهم وزوينين انيقين في هذا الشكل هذا. المهم كما قلت لكم 30 درهم الواحد كاينين الاحجام كاين الكبير كيدير 50 درهم والصغر منه انت غاديه حتى توصلي ل 10 ديال الدراهم واقيلا. انا جاني داك الصغير ما يستاهلش صراحه 10 ديال الدراهم لانه ما غاديش ديري فيه بلا اللي كيدخل الفرانه ديري فيه فلون ولا ديري فيه سوفلي ولا شي حاجه اللي بسيطه. المهم كل واحد يختار داكشي اللي كاينين حتى في الطين دوك اللي دايرين بحال الطاجين ديال تاكرا ان شاء الله نقدر ناخذ هادو كيكونوا شويه رخاصين على هادو. المهم ناخذ حقنا من الغالي وحقنا حتى من الرخيص والله يوسع في الرزق للجميع. عندي هاد البارتيه هادي صراحه مزيانين البوطات اللي كتبغي غير تجريها من بلاصتها تبدلي ليها اما تزيرها اما تقديها راه كتجي ثقيله اللهم كتجريها هكا يا منها كتحافظي على جليج اولا فصيمه في الارضيه ما كيتصداش وما كيتخبش ومنها كتسهل عليك الماموريه اذا كنتي غادي تحولي اولا تحركي البوطه ملي كتكون عامره صراحه كتكون متعبه مره. وجيت معكم في الجزء الثاني كاينين هنايا تقضيه ديال الدار المهم داكشي اللي غنحتاجو ليه ان شاء الله فخديت هاد النشا هادي انتم كتشوفوا فيها 450 غرام غير ب 10 ديال الدراهم صراحه رخيصه على لا مارك الاخرى واخا تيقولوا الاخرى راه نوعيه ممتازه. المهم هادي اقتصاديه اللي بغى يوفر. عندي هنايا لي صوص كنصوب لي صوص انايا في الدار محتاجه على وديت الخل بالنكهه ديال الحامض على شريت هاد الجوج وعندي صراحه حتى الكيتشوب. وبالنسبه للمايونيز كنصوب ديال الدار هذا كيبقى بحال هكا شي خطره تنكون مشغوله الخوت ديالي كيبغيو هكا يخرجوا يديروا دو ساندويتش ولا شي حاجه من الاحسن هذا كتكون الصلاحيه ديالو طويله ديال الدار كنستعملوا كنصوب ديك القياس اللي غادي نحتاجوا ليه باش ما كيبقاش بزاف صراحه في حاجه كتكون طبيعيه وما كتكون فيها لا ماده حافظه لا والو الا كثرات 4 ايام ديال البيض 4 ايام 3 ايام من الاحسن في الثلاجه اولا شي خطره كنصوب حدو قدو يعني كنستهلكوه في داك النهار. الوصفه ديال المايونيز ديال الحليب كتصبر شي شويه ولكن المهم ماشي انا كل ساعه غادي يقولوا لي بغينا ساندويتشات غادي نوض نخلي شي حاجه في يديا ونوض نصاوب لهم فهذا حتى هو يقضيو به كتعرفوا الدراري كيبغيو ياكلوا بزاف ساندويتشات فغادي ينفع غير كميه بسيطه ماشي بزاف. والمهم هادو عندنا المايس او الذره المعلبه زوين كنستعملو في السلطات بزاف ديال حتى في العماره. عندي هنا هذا الفلو هذا وقيله ب 24 درهم. المهم الاثمنه ماشي مهمه البنات المهم انا بغيت غير نتقاسم معكم داكشي اللي قسم الله ونتمنى ان شاء الله انكم تقبلوا عليا. هاد الصلصه الحاره هذه زوينه انا كنستعمل حتى سودانيه مطحونه والهريسه ديال الدار وهذه كتكون صراحه رطبه الاخرى كتكون شي شويه فيها داك الفتيوتات نتاع الفلفله. المهم هذه كتكون زوينه الا بغينا ندير نخلطوا بها كيدي صوص كتكون حاره. عندي حك ديال الماطيشه كبير ما عقلتش صراحه شحال كيدير واش 400 ولا والله ما عقلت. المهم ما تداوش على اختكم ما مولفاش كنتقدى انا وما كان واخا دابا مشيت وانا اللي تقديت انا والوالده راه ما كننتبهش الاثمنه الوالده كتعرف الفرق ما بين يعني فين اللي ناقص واش في الاسواق ممتازه ولا في الهري. المهم هذه خديتها ب 10 ديال الدراهم مع ديك المايزينا هنايا ما خديناش الباك ديال دانون كامل راكم عارفين. المهم حتى اللي ما عارفش حنا راه ماشي اسره يعني ديال الناس اللي موظفين نقول لكم تقضيه ديال الشهر ولا شي حاجه حنا راه ناس
يعني غير ربيع وشراء، تجاره كانت تجاره محركه، فاحنا بحالنا بحال الناس في باح بوحه من العيش. الا كانت الحركه ناعسه، وكما كتشوفوا دابا راه مع كورونا ما كاين لا بيع ولا شراء، الحمد لله على كل حال. الله يسهل على الجميع، نتمنى ان شاء الله ربي يرفع علينا هذا الوباء هذا. فخدينا غير هذا مسوس للوالده، وهذا حلو لينا. المهم هادشي اللي كاين، هاد بير اللي كيكون لذيذ صراحه، واخا الثمن ديالو شويه طالع ولكن راه ثمنه فيه. عندي هنايا علبه تاع تكيري، عندي كسكسو ديال البلبوله، وكسكسو ديال القمح من واحد الماركه، ماغاديش نقول لكم الماركه قاش عندي الاخوات ديالي الحبوبات الحباب ديالي اللي كيجيهم الغيره عليهم، ما تيبغونيش ندير اشهار فابور. المهم هادي ماركه حتى هي معروفه، كسكسو ديال القمح. صراحه فاش كتفتل الوالده كتخلي الامه لي الغربه شويه، هادي شويه مفتقاده، داكشي اللي فتلات راه تقاده، وحتى هي مسكينه ما بقاش تقدر يعني دير داكشي كما كانت شحال. هادي هي مات جدود مات الوالدين، كتبارك الله كدير سطوله ديال الكسكسو مفتول. المهم هادي البينه، كتعرفوا باقي دابا الجو كاين شي شويه البرد وما كيروبش للناس ديال العربيه اللي كنتعاملوا معاهم، الناس حنا كليانين عندهم سنين وسنين. اللبن طبيعي ما كاينش ما احسن منه، ولكن حنا كنقضيو بهذا خاش الوالده كيعجبها اللبن، وكيخصها صراحه كيساعدها في الهضم وكيهبط السكر واحد شويه، واحسن منه يعني. غادي نعرف البنات غيقولوا لي لا هذا راه ديال الكرتون راه خايب، نقول لهم راه طبيعي ما كيروبش عندهم، يعني ما كيوجدش دغيا، فكتقضي بهذا ما بين ان شاء الله يدفى الحال ويوجد اللبن ويكون الخير ان شاء الله. ندير الفلون هذاك مختلط يعني فيه النكهات فريز فاني، هذه كدير 7 ديال الدراهم. صافي هادشي اللي قسم الله، وهذا هو الفيديو ديالنا. نتمنى ان شاء خوتي خواتاتي كنكون هنايا وصلنا للنهايه ديال الفيديو، ما سخيتش صراحه بكم والوقت داز كيطير، ما حسيتش بالفيديو كيفاش كمل. المهم غادي نشكر الناس اللي كاينين معايا في القناه، سواء كانوا جداد او مشتركين قدام، فكنقول لكم الله يحفظكم والله يكبر بكم على داك الكلام الزوين كتخليوه ليا في لي كومونتير، صراحه كنقراه وكنفرح كنقراه اكثر من مره. فكنقول هذا واحد الفن اللي ما كيتقنوش الجميع، كيتقنوه واحد الناس اللي عندهم واحد الرقي في الاخلاق والرقي في العطاء. فكنسال الله تعالى كما كتجبروا بخاطري الله يجبر بخواطركم، خلي لكم اللي عزيز عليكم، الله يحفظكم، وغادي نقول لكم خليتكم على خير، والى اللقاء، مع السلامه.